مرحبا بكم في موسم جديد من برنامج سيني رشيد. كنرجعوا لكم بعد واحد المده طويله ديال الغياب لاسباب مهنيه اضطرتني انني نقاطع على اليوتيوب. دابا كنرجعوا ان شاء الله غادي نرجعوا اقوى وغادي نبداو ان شاء الله هذا الموسم هذا بالتتمه ديال السلسله ديال احسن 75 فيلم في التاريخ اللي بديناها في الموسم الماضي. وصلنا للحلقه 11 في السلسله ديالنا، وفي هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا الافلام المرتبه من المرتبه 30 حتى المرتبه 26. الفيلم رقم 30 في اللائحه ديالنا هو فيلم ويتيدمي من اخراج فيدريكو فيليني سنه 1963. هذا الفيلم تذكر ثلاثة ديال اللوائح مهمة، اللوائح ديال التقييم وتنقيط الأفلام. جاء في المرتبة 87 في اللائحة ديال WGA Writers Guild of America أو نقابة كتاب السيناريو الأمريكيين، وجاء في المرتبة 36 في اللائحة ديال DGA Directors Guild of America نقابة المخرجين الأمريكيين، وجاء في المرتبة 46 في اللائحة ديال كايت سينما يعني المجلة النقدية الفرنسية الشهيرة. كما كتشوفوا يعني فيلم اللي تذكر في لوائح مهمه جدا وعنده واحد القيمه اعتباريه كبيره جدا. وهادشي ماشي غريب على فيدريكو فيليني اللي كيتعتبر واحد من عباقره السينما في العالم، واللي بصمص على السينما العالميه بالبصمه ديالهم، سواء بالاسلوب الاخراجي ديالو ولا حتى بالطريقه التناول ديالو للمواضيع اللي كيتناولها في الافلام ديالو. فماشي غريب ان هذا الفيلم هذا يكون في مراتب متقدمه، ربما كيستحق مرتبه اكثر. ولكن قانون هذه اللائحه هذه اللي مبني على عدد اللوائح اللي تذكرت فيها الافلام خلاه انه يجي في هذه المرتبه هذه. ما يعني فيدريكو فيليني راه واحد الانسان اللي غني على التعريف، واللي خص اي انسان تيدير السينما ولا تيبغي السينما انه يشوف الافلام ديالو. افوكاتو لو بريزو اي جو فيني جو جو ديفينيتيفامنتي. في المرتبة 29 من اللائحة ديالنا كاين واحد من الأفلام الشهيرة جدا، واحد من الأفلام اللي ناجحة جماهيريا جدا. نهضر هنا على فيلم 12 Angry Men 12 Hommes en Colère من إخراج سيدني لوميت سنة 1957. هذا الفيلم هذا جا في المرتبة 39 في اللائحة ديال النقاد الأمريكيين اللي دارتها صحيفة شيكاغو تريبيون، وجا في المرتبة 87 في اللائحة ديال IFA American Film Institute، وجا في المرتبة 5 في اللائحة ديال IMDb. هذا كيما قلت لكم واحد من الأفلام الشهيرة جدا، واحد من الأفلام الجميلة جدا كذلك. ويكلو كما كيتسمى صور تقريبا في واحد المكان مغلق، هذاك الشيء علاش كنسميه ويكلو. ربما يعني هذه المرتبه المتقدمه في لائحه IMDb هي اللي خلات ان الفيلم يكون جماهيريا فيلم يعني محبوب بزاف. ولكن من الاجحاف نقولوا بان الفيلم يعني ناجح فقط لانه محبوب جماهيريا، لان فعلا فيلم زوين بزاف. وراه كما قلت لكم راه كلشي تقريبا كيعرف هذا الفيلم هذا، وما كاينش اللي ما تفرش في هذا الفيلم هذا، واللي باقي ما تفرش فيه يعني هذه هي الفرصه باش انه يكتشف هذا الفيلم الجميل جدا. Fish gum? Oh, thanks. Huh? Oh, but... في المرتبة 28 من اللائحة ديالنا غادي نلقاو واحد من الأفلام الرسوم المتحركة القليلة اللي قدرت أنها تدير بلاصتها في هذه اللائحة ديال أحسن 75 فيلم في التاريخ. الهضرة هنا على فيلم توي ستوري من إخراج جون ليسيتر سنة 1995. هذا الفيلم هذا جا في المرتبة 11 في اللائحة ديال روتين توماتوز، وجا في اللائحة 59 في اللائحة ديال النقاد الأمريكيين ديال شيكاغو تريبيون، وجا في المرتبة 85 في اللائحة ديال IMDb، وجا في المرتبة 99 في اللائحة ديال IFA American Film Institute. ملي كنهضروا على توي ستوري ما كنقصدوش الفيلم الاول بوحده، ولكن كنقصدوا لا تريلوجي كلها كامله. الا حيدنا الفيلم الرابع في لاساغا اللي تنتج مؤخرا واللي تر ضجه كبيره في العالم بسبب يعني المحتوى ديالو غير الملائم يعني للناشئه للاطفال الصغار، فلا تريلوجي السابقه يعني في الافلام الثلاثه السابقه كلها تحف سينمائيه زوينه بزاف، لا من حيث المضمون ولا من حيث يعني لا بيرفيكسيون ديال الانتاج. فكما قلت لكم افلام واعره بزاف، وتوي ستوري كيستحق انه يكون في هذه اللائحه هذه ديال احسن الافلام في التاريخ. فيلم تيستحق المشاهده ماشي غير هو بوحده، ولكن الافلام الثلاثه الاولى افلام زوينه بزاف وخص الانسان يشوفها. في المرتبة 27 في اللائحة ديالنا غادي نلقاو فيلم One Flew Over the Cuckoo's Nest من إخراج ميلوش فورمان سنة 1975. هذا الفيلم أربع نجمات، يعني أنه تذكر في أربعة اللوائح مهمة يعني مرجعية في ترتيب الأفلام عالميا. هذا الفيلم جا في المرتبة 18 في اللائحة الشهيرة ديال IMDb،
تنقيط الافلام ولا يعني تقييم الافلام الا بغيتو نقولو. وجا في المرتبه 42 في اللائحه ديال دي جي اي دايركتورز جيلد اوف امريكا، وجا في المرتبه 45 في اللائحه ديال دبليو في جي اي ورايترز جيلد اوف امريكا، وجا في المرتبه 33 من اللائحه ديال الاي اف اي امريكان فيلم انستيتيوت. فيلم مرجعي ومن اجمل الافلام اللي داروا في تاريخ السينما، وصراحه ماشي مفاجاه انه يجي في الترتيب متقدم شويه، بل انه كون جا في مرتبه اقرب للمراتب الاولى غادي يكون شيء طبيعي. ان فيلم متكامل من ناحيه الاخراج، من ناحيه السيناريو، ومن ناحيه ديال الاداء. ما يمكنش شي واحد اللي شاف هذا الفيلم هذا ما يكونش يعني ترسخ في الذهن ديالو الاداء العبقري ديال جيك نيكلسون. فيلم صراحه زوين بزاف، واللي باقي ما شافوش هذه هي الفرصه باش انه اكتشف هذه التحفة السينمائية. Take a cigarette break, boys. Easy. No, 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 no. في المرتبة 26 في اللائحة ديالنا هو فيلم The Grapes of Wrath، عناقيد الغضب، من إخراج جون فورد سنة 1940. هذا الفيلم جاء في المرتبة 71 في اللائحة ديال دي جي اي Directors Guild of America ونقابة المخرجين الأمريكيين، وجاء في المرتبة 98 في اللائحة ديال دبليو جي اي Writers Guild of America أو نقابة الكتاب السيناريو الأمريكيين، وجاء في المرتبة 23 في اللائحة ديال الاي اف اي American Film Institute المعهد الأمريكي للفيلم، وجا في المرتبة 50 في لائحة النقاد الأمريكيين اللي دارتها صحيفة شيكاغو تريبي. هذا الفيلم هذا من أروع الأفلام اللي نشوفه هوليود، وجون فورد راه يعني من المخرجين الأمريكيين العظماء، وفيلم صراحة زوين، فيلم يخص الإنسان يكون تفرج فيه، وفيلم مرجعي يعني الإنسان اللي تيدير سينما أو محب للسينما خصو على الأقل يشوف هذا الفيلم هذا مرة واحدة في الحياة ديالو. Fella named Jackson. Okay. Have a good time. Thanks. Hey. Them's our fellas. How do you know? Just got a feeling. هكا كنوصلوا لنهاية ديال الحلقة ديالنا، كنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم، وإلى الملتقى، تحياتي.